رئيس جمعية طلبة المهندسين المدرسة الوطنية في مكناس. إذن جمعية طلبة المهندسين هي واحد الجمعية اللي كتوحد طلبة داخل المدرسة واللي كتنظم الحياة الطلابية فيها واللي كتهتم بالأساس تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية الرياضية الاجتماعية إلى آخره اللي كتوازي تكوين البيداغوجي ديال الطالب داخل المدرسة. إذا من بين هذه الأنشطة ومن بين أهم الأنشطة اللي كتنظمها الجمعية كل سنة نشاط انترانسيتو ولا لي زونات بيا دينا. نحن هاد السنة هادي الدورة 20 اللي غادي تكون لو 14 إلى 15 مارس 2020 إن شاء الله. هاد النشاط كتستهدف منه الجمعية خلق واحد الفضاء ديال التواصل ما بين مجموعة من الطلبة ديال المعاهد والمدارس العليا بالمغرب، مدارس المهندسين، كليات الطب والصيدلة ومختلف الجامعات اللي كاين بالمغرب. الهدف الأسمى هو خلق واحد الفضاء ديال التواصل ما بين الطلبة ديالنا والطلبة المعاهد الآخرين. مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الرياضية والثقافية والفنية اللي كيجمعوا اللي كتنظم في إطار هذا النشاط هذا، واللي كتغني الرصيد الثقافي والرياضي للطلبة، واللي كتكمل تكوين البيداغوجي لهم كطلبة مهندسين داخل المدرسة الوطنية في لاحق الكلاس. شكرا. شكرا عثمان، شيف ديال المجموعة المنظمة الأولمبية للمدرسة الوطنية الفلاحة، طالب المدرسة الوطنية الفلاحة ورئيس ديال المجموعة المنظمة الأولمبية للمدرسة الوطنية الفلاحة بمكناس في النسخة ديالو العشرين. اليوم أنا فيكسي واحد الكوميونيكي دو بخيس بوغ ميدياتيزيو ميترون ايماج ليفينمون ديالنا إن شاء الله اللي غيكون لو 14 مارس. هاد لادات إن شاء الله فوز أتوندي واحد لومبيونس إن شاء الله اللي غتكون كبيرة. كاين بلان دو كومبيتيسيون كيلتيغيل سبورتيف اي ارتيستيك بالحضور ديال فنانين كبار بحال حاتم إدار، محمد عدلي، كزين عويطة اي دوطخ، وغيكونوا معنا ان شاء الله دي زانفيتي دونور بحال السيد سي فؤاد عسو المقدم السابق للوزام ومحلل وصحفي رياضي بالمدينه اف ام. اللعابه ديال المنتخب اللي كانوا داو لاسول كوب دافريك بحال عسيله، كاين السي الحضريوي اللي شارك في المونديال ديال 98، وغيكون ان شاء الله تنتمنوا الحضور ديال الزهبي دوين ايضا ان شاء الله تكون معنا. و لي زوبجيكتيف كون افيكسي بور هاد ليفينمون، اولا غندويو اون طونك ايتيديون بعدا ديال المدرسه الوطنيه الفلاحه قبل ما نكونوا دي زورغانيزاتور ديال هاد ليفينمون. دونك الهدف الاسمى ديالنا هو اننا ناصيريو واحد الفيزي. بالنسبه لي زوبجيكتيف ديالنا من هاد ليفينمون كاين بوكو دي زوبجيكتيف كون افيكسي، مي ندويو اون طونك دابا ايتيديون ديالنا قبل ما نكونوا دي زورغانيزاتور. دونك غيكون لوبجيكتيف ديالنا الاسمى هو اننا ناصيريو واحد الفيزيبيليتي واحد لا نوتوريتي ليكول ديالنا لينا دو مكناس. ابخي اون طونك دي مونبر ديال الجمعيه واللي هي مكلفه بالاورغانيزاسيون ديال هاد ليفينمون كامل، السيركل دي زالف انجينيور، الهدف هو اننا مونتري داك لا بويسونس ديال الاورغانيزاسيون او سان دو واحد لاسوسياسيون، اي ابخي ندوزو داك بيناتنا حنايا ندوزو داك ليسبري ديال لورغانيزاسيون بين لي زيتيديون. مثلا عندنا دي زيتيديون دابا في لا كوميسيون اورغانيزاتريك سون دي 4ايام اني دي 5ايام اني، نعطيو ان شاء الله المشعل بالنسبه لي بروميير اني ديال دابا اللي عندنا في ليكول، نعطيو دابا المشعل بالنسبه للطلبه دابا بروميير اني ديالنا ودوزيام اني ديالنا يشدو المشعل ديالنا ان شاء الله، المشعل ان شاء الله هو انهم ياسيريو واحد لورغانيزاسيون تكون على هوت قادي زوبجيكتيف اخرين بحال اننا نوصلوا داك الروح ديال لورغانيزاسيون ديال واحد ليفينمون. مثلا حنا لا كوميسيون ديالنا اللي كونستيتيو دابا دي ديسيديون 3ايام اني 4ايام اني 5ايام اني، الوغ كو نعطيو داك المشعل ان شاء الله لي زيتيديون بريمير اني من بعد ما نمشيو حنايا ونمشيو لي زيتيديون اللي هما اورغانيزي ليفينمون واورغانيزي ان شاء الله دي اديسيون حسن كاع من هاد ليديسيون هادي وبقاو ديما في ديك ليفوليسيون. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف فيكسي ان شاء الله نتمنوا نوصلوا ليهم. دوري مشارك في النسخة رقم 20 من التظاهرة ديزانتيغاسيتي. هاد التظاهرة كتمكن لنا نتعرفوا على ناس جداد من ليزيكول مختلفين، دوزو ديال التباري ونخلقوا أجواء من المرح والمنافسة. هاد الدورة هادي من ديزانتيغاسيتي هاد العام غادي تكون دورة استثنائية، أننا غادي يكونوا حاضرين بزاف ديال ليزيكول مختلفين لأول مرة ديالهم، غادي يخلق لنا دي نوفو كونتاكت معاهم، نقدروا مثلا خلقوا صداقات جداد حتى في السوق العام،
نقدروا نتلاقاو مع ناس سوق العمل انطلاقا من دوك الناس اللي تلاقينا في هذا الانترنسيتي، غيكون عدد كبير بزاف، المشاركه غادي تعرف التظاهره الرياضيه اللي تعرف المنافسه واجواء ديال التباري خاصه. غتكون غير تظاهره رياضيه وغادي يكونوا عده تظاهرات من بينها ثقافيه غادي يكونوا عده تظاهرات رياضيه وثقافيه. بالنسبه للتظاهرات الرياضيه غادي يكونوا بزاف ديال الالعاب الجماعيه والفرديه كرياضه كره القدم، كره الطائره، العدو السباق السريع، والتظاهرات الثقافيه مسابقات الشطرنج، داما، اسئله ثقافيه كذلك. دونك انا جو في بريزونتي لزوبجيكتيف يعني الاهداف ديال هاد ديال الاولمبياد لينا دو ماكناس كي اورغانيزي دون سا 20 اديسيون. دونك اول هدف هو اننا كنهدفوا باش اننا نجمعوا طلبه ديال جميع المدارس العليا فواحد لوندوا باش اننا ننميو الروح الجماعيه والروح الرياضيه بيناتهم. و لو بوين لي زعما جو في ديسيني دو دوا و جو في جوتي لوميير سور هو ان غير لا فورماسيون سكولير بوحديتها ما كافياش باش انها تعطينا واحد لي زانجينيور واحد لي فيوتور اتيدون لي هو كابابل دو زانتيغري باش انه يعني يندمج في المجال ديال الشغل ديالو في سوق العمل. انسي فراه هاد لي زانتيغري هادو كيعطيو بزاف ديال القيم مهارات والمبادئ بحال مثلا كينميو لو نيفو انتيليكتويال ديالو يعني الثقافه ديالو اترافير كاع دوك لي كومبيتيسيون كولتورال لي كيتنظمو. ainsi كيعاون كيساهم في التقدم ديال الرياضه اترافير لي كومبيتيسيون سبورتيف والروح الابداع اترافير لي كومبيتيسيون ارتستيك. دونك و باش بريزونتيو لي ديفيرون فيزون جو باس لا بارول ما كوليك. اولا السلام عليكم، تعالى كنجدد الترحيب بكاع الناس اللي حاضرين معنا. انا اللي بغيت نضيف هو ان مثلا في هذه المسابقات اللي غادي يطرا في هذه الاولمبياد شنو كي هما كيحاولوا ان يربيو عند الطلبه واحد لو سونس ديال لونكاجمون، واحد لو سونس ديال ليدونتيتي، فهاد ان كل واحد كيبدل المدرسه ديالو وكيشارك في مسابقه يعني بحال كيعرف بالمدرسه ديالو او ميم طون او ميم طون كتبقى عنده داك الحس ديال الانتماء. ثاني حاجه كنحاولوا نربيو عند الناس عند الطلبه بلوتو ديال بروميير اني داك لو سونس ديال باش داك لو سونس ديال ليدونتيتي باش اننا ناسيغي واحد لا كونتينيتي في ا لونتيرم. الفات انهم كيشوفوا مثلا الناس لي زونسيان ديالهم كينطموا بحال هذا الشيء وكيحاولوا يدافعوا على المدرسه ديالهم حتى هما نفس الحاجه غادي يقوموا بها وهكا غادي تاسيغ لا كونتينيتي. حيت اصلا المدرسه الوطنيه كما ديجا تذكر هي الاولى اللي بدات هذا هاد المبادرة، دونك حنايا خصنا نأسيغيو هاد لا كونتينيتي وكن ديما كنحرصو على أن هاد لانتيغاسيتي ديال الإبداع بشكل عام.